نعم الأجواء هنا داخل المسجد الأقصى المبارك، الكثير من الشباب يتطايرون الثلوج على بعضهم البعض. هنا كما نرى يعني مشاهدة رائعة في اللعب في الثلوج داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شو هذا؟ شو هذا؟ مواجهات عنيفة وحرب المستعدة والمدلعة. ولع طلعت ايش يا شي ولعت اقتحام عنيف ولعت المصورين لا 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 كاميراتك ابعد هاجم هاجم على الثلج اللي غاد مطبوشها ايوه ظبط هاجموا هاجموا واحد غدر في المهد يبارك خليك انت بعيد زي هيك خليك شيخ بس انت ما عليك يلا شباب يلا يلا ولا ايش تبكات هاي طخ ولعت اجي محمد عندك؟ لا ما جاز هاو ار يو 129 170 شهرة عم تسوي ولعت 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 بعدين معك ولا ما ولكن احنا بنبث لكم الاحداث اولا باول اسمع انا هدول مع هاي الفرقه باكل قتل كثير بيني وبينك خلينا احسن معك هدول 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 القوي